صور جديدة لهذه المسيرة الاستفزازية للمستوطنين بأعلامهم في القدس المحتلة يتوجهون دون سابق إنذار، دون مناسبة يعني، إلى باب العمود. معلوم أن غدا هناك احتياطيات أمنية بالغة سيتم اتخاذها في محيط الأقصى. معلوم أن كانت هناك نوايا لاقتحام مستوطنين للأقصى الشريف غدا. عرض الأمر على الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاحتلال، وصل الأمر إلى مكتب رئيس هذه الحكومة يائيل لابيد. تمت توصيات أمنية بعدم السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه المسيرة أو هذا التجمع غدا، لكن وافق يائيل لابيد في النهاية. وربما هذه المشاهد التي تأتينا هي يعني مشاهد أولية، بروفا يعني لما سيتم غدا.